ومريح قهوته على الشيشه وتيغوت على السربيزي 12 مرات الشيشه راه ما عاطيهش دخان باغي يشرشم الاوزون هو اصلا مازال ما نواش السخب كيسبقها اخوان حتى واحد يقرب لها خلي القيشه الاول خلي القيشه الاول. السلام عليكم سيداتي سادتي، كنظن انكم عرفتونا من ظهرنا. الوغ معكم مهدي بالعياشي وعز الدين فتوحي كما كتلاحظوا. يلا نض معكه صحيه تفضل. خريج المعهد العالي للمسرح. الانسان هو اللي يكون واثق في راسو ويعطي شوف المسرح تيقول لك ما عمرك تعطي للجمهور بدارك انت تحمتي. السلام عليكم جمهور سلطانه، مرحبا بكم اليوم من مهرجان سافي دوغيغ، احسن مهرجان لحد الان في المغرب باعتراف مقيمين الجاليه المقيمه في اسفي. بصراحه طلع واعر والله. تنشكرهم على الاستضافه، جمهور رائع، ميكروات رائعه، اكل رائع، سير على الله. عاد عاد واخا ما فاهمينش دوز ولا اني جمعي شطايطك وما تباتيش هنا اهنا ورد دخلت عليك بالله. دابا انت كتشوف هادشي كامل وكتقول لي الراي صافي دوغيغ. لا من ناحيه الاسباس واعر، داكشي سوفيستيكي، كوميديين واعرين، اخطر من ذلك جمهور اكثر من رائع صراحه لله. عطلع يرحب بك ويضحك وداكشي. وتخيل من 2009 وانا في هذا الميدان هذا لاول مره تكتب لي خدمه في اس، مع ان الكلينيك ديالي انا فيما كنبغي نرتاح هو صويريه دون ما نرمي الورود ولا شي حاجه. فالمنظمين ديالو كون على يقين انهم منظمينه بطريقه احترافيه، بدليل انني شفت شي حوايج حتى في التصوير ما عمرني حضرت انا مهرجان فيه درون كتصور. برافو عليهم، كنتمنى لهم التوفيق وكنتنبأ لهم هذا المهرجان هذا انه من الانواع ديال المهرجانات اللي كتوصل للنسخه 30 و40 اكثر. وراسو بحال شي نادر تاع قبل وافي والحمير ملتك غطى هذيك القبه على الدوبان وكتصيبو مرافق مع دري كاع 6 سنين ما دار تحت. مباشرة من بعد ستاند اب، أول طلعة كانت عندي اليوم إن شاء الله في مدينة آسفي اللي رحبوا بيا مزيان، وكانت طلعة زوينة وجمهور حتى هو زوين. وكنشكر الناس اللي دعمت هذا المهرجان هذا، المجلس البلدي وكاع الشركاء الإعلاميين اللي جاو جاو كيساندوا هذا المهرجان وكيشجعوا وكيتابعوا وكياخذوا هاد الصورة المباشرة على هذا المهرجان، كنشكرهم كاملين. السلام عليكم، كنتمنى متابعين سلطانه يكونوا على خير وبخير. اليوم انا متواجده في اسفي بور لو فيستيفال دو ريغ ديال سافي، اي ساسيرمون فرحانه بزاف بتواجدي هنايا. كنشكرهم بزاف على الدعوه بحسن الضيافه، كنقول تبارك الله على الناس وعلى المواهب اللي دازوا، وتبارك الله لي زارتيست بيان سور المعروفين اللي في لا كوميدي، تبارك الله عليهم. كنت فرحانه جدا انه جو بارطاج افيك لا سين اجوردي، اي تبارك الله على لو بوبليك ديال اسفي اللي كان فوق من رائع. دونك كنبغي نشكرهم واحد بواحد على الحضور ديالهم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.